يعلن الديوان الملكي أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سيكون في مقدمة مستقبلي فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة والوفد المرافق له لدى وصوله الى البلاد يوم غد الاحد الموافق للثاني عشر من شهر فبراير الجاري في زيارته لمملكة البحرين بدعوة رسمية من جلالة الملك المفدى يجري فخامته خلالها مباحثات مع جلالته تتناول العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة اضافه الى اخر التطورات والمستجدات الاقليميه والدوليه والقضايا موضع الاهتمام المشترك وينتهز الديوان الملكي هذه المناسبه ليرحب بضيف البلاد الكريم والوفد المرافق له متمنيا لفخامته طيب الاقامه في مملكه البحرين